أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز لبس الخاتم أو الساعة هل يجوز لبس الخاتم أو الساعة إذا كان من الذهب الأبيض؟ هذا ما هو بذهب، ما هو بذهب، يسمونه ذهب وما هو بذهب، يسمونه ذهب لأنه ثمين، لأنه ثمين، ولا ما هو بذهب. النهي إنما جاء عن الذهب، وأما لبس غيره ولو كان ثمينا لا بأس به. نعم.